كروي وهو من نقطة انتهاء المهارة الكروية أيضا لواحد من أبدع من أنجبتهم كرة القدم ميسي. دائما في الانتظار أومتيتي، تلعب الكرة من جانب صامويل أومتيتي، نقلة أمامية ويبدأ ضغط الكتلان في محاولة لإكرام مفادة الضيوف. الكرة ملعوبة إنييستا والعرضية ملعوبة رأسية، لكن مرت وعدت الكرة الماضية، ولكن الهدف الأول يأتي، الهدف الأول يأتي رأفة بالضيوف أيها الكتلان. من البداية لا تمهل الانتظار، هدف أول يأتي عن طريق البرشا. يا دوب ما انتهينا من التشكيلة، ما انتهينا من البدايات والنوايا الهجومية واضحة عن طريق جيرارد دوليفيو، يدون البهجة الأولى في سيناريو لم يكن يتمناها أبدا ميتشل. الانطلاقة أمامية واللمسة عن طريق منبع السحر الكتالوني أنيستا، العرضية بعد ذلك والمتابعة من الحاضر أمامنا دوليفيو، وبداية أولى لا يرأف لا يرحم البرشا فريق ملكة، والمصائب لا تأتي فرادة يا ملكة. في المركز الأخير وفي هذه البداية التي تطلع لأن تكون بداية إيجابية يأتي الهدف في الشباك، وهنا بالإعادة هذه اللقطة واضحة أن الكرة الماضية خرجت إلى خارج. تقدم في الأمام أومتيتي لإنييستا، لمسة أمامية وتمريرة، تلعب استلام من جانب ميسي، مر ميسي انطلق أمامنا، تمرير ملعوب إنييستا والتسديدة وفي الجول. هدف لإنييستا، هدف لأندرياس إنييستا لمنبع السحر الكتالوني أندرياس إنييستا، وأخيرا يتنفس الصعداء فالفيردي. بالأرض كتالونيا تستطرب متى ما أمر إنييستا، متى ما أمر إنييستا كتالونيا كلها تستطرب. نعم، يدون الهدف الأول ويدون الفرحة الأولى، وكأن الجماهير قد قالت له من حق المشتاق ابتسامة أيها الرسام، فرد عليهم بتسديدة عانقت الشباب والابتسامة عانقت الكتلان. سلاب حاضر أمامنا والكرة ماشية وين ليك شباك للاعب قبل أن يعانق الشباك، دائما ما يعانق المتعة لاعبا قبل أن يعانق الشباك دائما ما يعانق المتعة. وكما قلناها أيها الأحباب، لا تمل كرة القدم وفيها شيء اسمه أندرياس إنييستا، لا تمل كرة القدم وفيها شيء اسمه أندرياس إنييستا. وقلنا كان الله في عونك يا ميتشل، متى ما كان ميسي واجتمع هو وإنييستا في مباراة واحدة.